بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حول سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب, what is pixel؟ راح بنا نحط تعريف للبيكسل داية جماعة. جبنا ماتريال من كمبيوتر هوب. يعني ايه بيكسل؟ term that comes from the word picture element. الاشتقاق بتاع كلمة بيكسل جاية من BEL picture element. البيكسل الرمز بتاعه او الوحدة بتاعته عبارة عن BX, احنا متعودين طبعا نكتبها في CSS وكده. دايت بيقول ان هو اصغر جزء من صورة او من ديسبلاي مسؤول عن ان هو يعمل يعرض الماتيريالز اللي بتتحط عليه. جميل, احنا ممكن نفهم كويس خالص يعني ايه بيكسل لما نيجي نزوم على صوره. لو عندنا صوره معينه زي الصوره اللي على البار اللي على اليمين ديت, لما بنيجي نزوم عليها بنلاقي ان الصوره بتاعت بنقول عليها بتبكسل. بتبكسل يعني بتظهر على حقيقتها, بتظهر على مكوناتها الاساسيه. طبعا لو حبينا نقول ان اصغر وحده في الشيء هي بتبقى وحده بناء, زي ما بنقول خليه وحده بناء الكائن الحي. فالبيكسل هو وحده بناء الشاشه او وحده بناء الصوره بمعنى ادق يعني, او وحده بناء اي حاجه انت شايفها قدام منك عباره عن ايه, بيكسلز 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 جنب بعض. طب اوكي جميل خالص. بنقول على البيكسل من دول, الواحد من دول المربع الصغير ده يا جماعه بنقول عليه دوت. تمام, علشان كده بتظهر لي واحده من شويه حاجه اسمها دي بي اي عباره عن دوت بير انش, معناه ان عدد البيكسلز اللي موجوده في وحده معينه من وحدات المساحه ممكن تبقى انش, ممكن تبقى دي بي سي ام شويه نتعرف عليها اللي هو دوت بير سنتيمتر يا جماعه. وساعات بتبقى وحدات ثانيه على حسب على حسب البرنترز, على حسب الديسبلايز, على ايا يكن يعني. بس دي بي اي ده عباره عن دوت بير انش, عدد الدوتس اللي بتكون موجوده في كل انش من الشاشه او من الصوره. ده عبارة عن ايه exactly يا جماعة؟ ده عبارة عن وحدة قياس لحاجة تانية نتكلم عنها كمان شوية. ده في المجمل العام اللي احنا عايزين نتكلمه عنه, عن قصة بيكسل. واحنا مش بصدد حديث طبعا عن هي الصورة بتتكون ازاي, لكن بمنتهى البساطة RGB عبارة عن ثلاث لايرز, ثلاث طبقات, كل طبقة بتاخد لون معين R وبعدين ال G وبعدين ال B. الثلاثة لاير دولت لما بيتحطوا فوق بعض كل حاجة طبعا بتكمل بعض, فبيدوني الدرجة اللونية او اللون اللي انت شايفه. الصورة ديت يا جماعة لو اخذنا كلمة اتش اي وحاولنا الزوم عليها نلاقي انها عبارة عن الكومبونس الاساسية بتاعها عبارة عن ايه, عن الثلاثة دول. طب بالنسبة للمفهوم البسيط لقصة بيكسل, شباب, كونتيننج على المفهوم الثاني ريزوليوشن. ريزوليوشن بنقول عليها بالعربية دقة عرض. احيانا يا جماعة هي عبارة عن ايه, مش كواليتي, هي عبارة عن جودة, هي وحدة جودة بمعنى ادق. تمام, بنقول الريزوليوشن عبارة عن رقمين بيتضربوا في بعض بيحددوا لي عدد البيكسلز الافقية مضروبة في عدد البيكسلز الرأسية. الكلام ده معروف ومشهور عند الناس, بنقول مثلا 800 في 600 دي الافقي 800 ورأسي بيبقى عبارة عن 600 اكزاكتلي يا جماعة. ده يعتبر عن ايه, ريزوليوشن, او بنقول عليها دقة العرض او جودة العرض بمعنى ادق يعني. تمام, الوحدة بتاعتها يا جماعة في البرنترز بنقول دي بي اي بيكسلز. برنترز also have measured of resolution called دي بي اي دوت بير انش, يعني الطابعة بتبتدي تطلع لي كام نقطة في كل انش من الـ من الـ من المساحة اللي راح تعمل برنتنج عليها. الريزوليوشن هي الميديا كويري, هي السبب في ان احنا ندخل في التفاصيل ديت بمعنى ادق, لكن هنحاول نفصل شوية مفاهيم خاصة بالبيكسل علشان الامور تبقى اوضح شوية. تمام, رايت, جميل, اوكي. ايه اللي بيحصل يا جماعة لما بنعمل انكريزنج للريزوليوشن؟ يعني انا عندي ريزوليوشن بتاع الشاشة بتاعي كان 800 في 600, لما عليه يعني يا جماعه اخليه اعلى, اخليه مثلا 1024 في 768, المفروض ان اكزاكتلي يا جماعه الصور تبتدي تصغر والنصوص تبتدي تصغر. ليه يا جماعه تصغر عكس ما بعلي ريزوليوشن؟ منطقي ومفهوم. انت عندك صوره بتظهر في 800 في 600, لما هي نفس الصوره هتظهر بس على 1024 في 768, فاهمني؟ فعدد البيكسلز اللي راح تظهر فيهم الصوره بيبتدي يزيد, عشان كده الصوره حجمها بيبتدي تحس بانها تبتدي تقل. لان يا جماعه هم الصوره هتظهر بنفس حجمها, لكن كل المشكله انها هتظهر على بيكسلز زادوا او بيكسلز قلوا شويه. ده اللي بيخلينا نقول ان لما الريزوليوشن بيزيد النصوص بتبتدي تقل والصور بتبتدي حجمها تبقى ايه, اصغر شويه. الريزوليوشنز على الوايد سكرين الحاجات العاليه يا جماعه 2280 في 800, 2280 في 1024, 1366 في 768 على اللابتوب 15 بوصه وانت ماشي وانت طالع لفوق, كل الكلام ده بيبتدي يزيد معاك. دولت على الوايد سكرين, الشاشات الوايد او برضه شاشات كمبيوترز ولابتوبس يا جماعه.
شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاليا دلوقتي في الدرافتس بتاعت السبيسيفيكيشن بتاعت ميديا كويري الاصدار الرابع في ريزوليوشن. طيب عاملين مارك كده على الريزوليوشن. ريزوليوشن يا جماعه does not refer to the number of device pixel per physical length unit but number of device pixel per css pixels. الكلام ده بيرجعنا لمفهوم مهم جدا، انه يتقالي يا جماعه ان ده في انواع مختلفه للبيكسلز. طيب هما ال W3C دولت كانوا بيقولوا لي او ما ثبتوش تعريف معين يا جماعه لقصه بيكسل، لدرجه اني من كتر ما في تعريفات كتير للبيكسلز تمام دول ما حطوش تعريف في قلب السبيسيفيكيشن بتاعتهم. المشكله فين؟ احنا اتكلمنا عن البيكسل بس مش بشكل، اتكلمنا عنه بشكل براكتيكالي بشكل فيزيكالي مش القصد، فاهمني؟ لكن هو كيانه كديزاينر او كديفلوبر الموضوع مش محسوم تماما. كرايزس ازمه يا ربي، ايه القصه بالظبط؟ ده اللي بيخليك اكزاكت لما تكون موجود مثلا في مكان عام او في مطعم او ما شابه، ويكون ما بينك وما بين التلفزيون مسافه الى حد ما بعيده شويه، تشوف ان المشهد بيبقى واضح بشكل كبير، لما تقرب منه تحس ان هو مبكسل. الله، طب هو التلفزيون اتغير؟ لا لا، دي المسافه هي اللي اتغيرت. فبيحط لي تعريف تاني للبيكسل، بيقول له هو عباره عن زاويه رؤيه، يعني طول ما انت ماسك الموبايل في ايدك بمسافه معينه ممكن تشوف المشهد بشكل اوضح، لو بعدت شويه ممكن تشوفه بشكل اوضح اكتر، لو قربته ممكن ما تشوفوش بشكل اوضح. تعريف تاني للبيكسل، الموضوع مش محسوم. فعشان كده طلع لي ناس كتبت لي مقالات مختلفه تحت العناوين مختلفه وفيها بيكسلز كتير. واحده من ضمن المقالات ديت بيقول لي والله الراجل ده ابيكسل is not a pixel. A pixel is not a pixel. ايه القصة بتاعت pixel is not a pixel؟ الموضوع ده يا جماعة ليه اكتر من جانب، تمام؟ وليه اكتر من رؤية. بس اللي عايز يقوله اهو بالمارك a pixel no longer equals a pixel. طيب ماشي. الراجل ده يا جماعة وخصوصا اللي عمل البروباجندا الكبيرة ديت قبل، بعد ما طلعت الايفون 4 واخدت عليه البراءة بتاعت الاختراع، عملت لي حاجه كبيره، او عملت لي مثلا تقدر تقول عملت لي طفره كده. كانت بتحاول قبل منها نوكيا، في قبل طبعا ما تشتريها مايكروسوفت، انها تحاول توصل المفهوم ده. كانوا عندهم رؤيه بان هيجي يوم وبان المواقع ديت ما بتبقاش تشتغل على شاشات الوايد سكرينز بس، لا لا، هي هتشتغل على موبايلز وتابلتس وسمارت فونز وحاجات اصغر شويه. فهم كانوا بيحاولوا يعملوا استعداداتهم للجينيريشن للجيل ديت يا جماعه من الشاشات، شاشات الجيل الرابع وخلافه. المهم يا جماعه they split the concept of pixels into حاجتين اتنين، قسموا هاردوير بيكسل اند سوفت وير بيكسلز. تمام يا جماعه، الراجل ده ببساطه بيقول لو حبينا نحط تصنيفه للبيكسلز هنقسمها لنوعين، في هاردوير بيكسلز وفي سوفت وير بيكسلز. تمام، اوكي، جميل جميل خالص. اوكي، الهاردوير بيكسل بمنتهى البساطه ده الحاجه اللي بتيجي بلت ان في قلب الجهاز، في قلب الديفايس بتاعي، ده كان نوت بي تشينج، ده ما ينفعش ان هو يتغير، فاهمني؟ جميل. اوكي، السوفت وير بيكسلز اولسو بيقول انه ممكن اسميها السي اس اس بيكسلز، ده الكلام اللي احنا فين بيه، الكلام اللي احنا متعودين ان احنا نتعرف عليه بيه او اتعاملنا مع السي اس بيكسلز قبل كده. طيب ماشي، ديت كانت رؤية وده كان جانب من بعض الجانب. هو بيقول اني انا قسمت البيكسلز نوعين، حاجة وحاجة. طب اوكي، انت عايز تقول اني نفس الفكرة، a pixel no longer equals a pixel، مش بس 1 بيكسل هاردوير بيساوي بيكسل سوفت وير، ديت جانب تاني هنقصله كمان شوية. بس قبل ما نوصل للمفهوم ده نرجع تاني، a pixel does is not a pixel. يا جماعة البيكسلز مش زي بعض، يعني الكلام ده معناه ايه؟ exactly لما تمسك الموبايل وانا ماسك الموبايل في ايدي بتاعي اهو، 1 بيكسل على الموبايل اللي في ايدي ده مش هو 1 بيكسل على الشاشة اللي حضراتكم بتجروا منها الكلام ده، مش هو 1 بيكسل على شاشة التلفزيون يا جماعة، على شاشة التلفزيون. لا يا جماعة، a pixel is not a pixel is not a pixel. كل شاشة ليها بيكسل مختلف عن التاني. انا ريسبونسيف، ام الريسبونسيف. طيب تحت المفهوم ده يا جماعه مقال قديم شويه، وان كان ده كان احدث مقال انا شفته 2015 ماي 12، وان كان قديم نسبيا، ابيكسل ايدنتيتي كرايزيس. شايف الراجل سميها كرايزيس، ازمه تعريف البيكسل.
2012 17 يناير. الراجل مش عارف حط تعريف معين للبيكسل، خصوصا بعد ما ابل غيرت وعومت المسائل في ايفون 4. كل اللي يقدر يقوله انه اضاف حاجه ثاني للاثنين، قال لك انا عندي هاردوير بيكسل وعندي حاجه اسمها ريفرنس بيكسل. ريفرنس بيكسل قسم لي القصه وراح طلع لي نوع ثالث. طيب جميل خالص، يبقى انا عندي بيكسل از نوت ا بيكسل از نوت ا بيكسل. 1 بيكسل هاردوير ما بيساويش 1 بيكسل سوفتوير. طيب ده في حاجه اسمها ريفرنس بيكسل هو اللي بيوقف ما بين الاثنين كايه، كحلقه وصل. مش فاهم. طيب الراجل ده خلص الكلام بصراحه في مقاله ابيكسل از نوت ا بيكسل، المره دي بيقول از نوت ا بيكسل. طب بيحط لي ثلاث قصص مختلفه، هنا عندي بيكسل وعندي بيكسل وعندي بيكسل والثلاثه مش زي بعض. انا كنت بقول ان انا عندي 2 بيكسلز بس، عندي بيكسل سوفت وير وعندي بيكسل هارد وير. لا ده في بيكسل في النص يا جماعه، ده اللي حبوا هم يرجعوه اسمه ريفرنس بيكسل. حتى في قلب السبيسيفيكيشنز بتاعتهم بيقولوا تقريبا، انا مش متذكرها بالظبط بس فيها ريفرنس بيكسل. هو بيتكلم عن بيكسل بير سي اس اس، انا مش متذكرها بس هم حتى عندهم في قلب السبيسيفيكيشن بيقولوا ان في عندنا ريفرنس بيكسل يا جماعه. البيكسلز الريفرنس ديت بمنتهى البساطه. طب سي، هل النص ده مجري يا جماعه؟ يعني انتوا حاسين ان هو مجري؟ يعني مش مجري، عايز يكبر شويه. طيب بصوا بقى، انا بعمل كنترول زد كنترول زائد زوم زوم زوم، انا وصلت ل 175% زوم. اكزاكتلي ده المقصود بالظبط، اول نوع من انواع البيكسل الهاردوير بيكسل انا ما اقدرش اعمل كنترول فيه تماما لانه بيجي بلت ان في قلب الجهاز، ما بقدرش اعمل كنترول عليه والله يا جماعه. مثال الموبايل اللي معايا اللي في ايدي جالاكسي نوت 4، جس وات حجمه؟ ماشي في السبيسيفيكيشن بتاعه بتقول يا جماعه بصوا الريزوليوشن المين ديسبلاي 2560x1440. انت بتهزر؟ لا والله مش بهزر. تخيل ده الريزوليوشن بتاع الموبايل بتاعي اللي هو بالحجم مش عارف كام ملي في كام ملي، عباره عن ضعف الريزوليوشن بتاع بتاع الشاشه بتاعت اللاب بتاعي. الكلام ده منطقي؟ اه والله ده منطقي وعين العقل تمام. ايه المرجع في القصه؟ ان انت عندك حجم بيقل، حجم الموبايل بيقل، فانت هتعوضه بايه؟ بان انت تزود في الريزوليوشن. كل ما بتزود في الريزوليوشن كل ما التفاصيل تزيل المساحه يعني انت بتعوض النقص في المساحه بان انت تحط ريزوليوشن عالي، فبالتالي انت بتعمل حسابك للزوم. فهمني ديت القصه اكزاكتلي يا جماعه، وده الجانب المنطقي في المشوار ده. هم اكيد بيحاولوا دايما يعملوا ضغط على الاتومز، ضغط على الاتومز، ضغط على الاتومز، بيحاولوا يحطوا اكبر قدر ممكن من الالكترونكس في المساحه الصغيره ديت. فربما الساعه تقوم قريب يعني، الله اعلم اللي هيحصل من الضغط من كتر اللود على الاتومز، ربما يحصل فيهم حاجه معينه. الشاهد معايا في القصه، انا عملت زوم دلوقتي، الهاردوير اتغير، انا ما اقدرش اغير في الهاردوير بيكسل اطلاقا، ده بيجي بلت ان مع الجهاز زي بالظبط ما السامسونج جالاكسي نوت 4 بيجي فيه 1000 مش عارف كام في كام، ده بلت ان ما بيقدرش يتغير كارت الشاشه مينيمم وماكسيمم. خلاص كده خلصنا من القصه دي تمام. رايت اوكي. الجانب الثاني بنقول السوفت وير بيكسل اللي هو ايه يا جماعه؟ نسميه السي اس اس بيكسل. ها ده الكلام اللي احنا فين بيه؟ اكزاكتلي يا جماعه، كنا بنقول فونت سايز 14 بيكسل، ويتس كنا بنقول 640 بيكسل. اكزاكتلي ده السوفت وير بيكسل، ده اللي بنسميه سي اس اس بيكسل. وانا كديزاينر او كديفلوبر بوجهن عام ده اللي يهمني يا جماعه تمام. اوكي ده بنسميه السي اس اس بيكسل. طب اكشوال يا جماعه، هو انا عملت حاجه في السي اس اس بيكسل دلوقتي؟ لا والله انا زومت. طب لما انا زومت والسي اس اس بيكسل ما اتغيرتش صح؟ ليه؟ ما هو كل حاجه قاعده زي ما هي، الموقع بتاعي اهو، بس كل اللي حصل ان انا عملت سكرول بار. دي مثلا لو كانت ده عباره عن مثلا 100 بكسل فهي 100 بكسل، ده لو كانت عباره عن 150 دي 150 وفي النص 160 160، ايه المشكله؟ انا ما عملتش حاجه في السي اس بكسل. طب لما السي اس اس بكسل قاعده زي ما هي والهاردوير بكسل انا ما اقدرش اغيرها، امال ايه اللي اتغير؟ اكزاكتلي يا جماعه اللي اتغير ده اللاير اللي في النص اللي احنا بنسميها دينسيتي اندبندنس بكسل. ده اللاير اللي في النص
اللي بيربط ما بين الاثنين، وده هو اللي حاب يتكلم عنه الراجل بتاع الكرايزيس. انا بيقول لك يا جماعه ها ديت الجانب اللي هو كان عباره عن الريفرنس بيكسل، ده المساله بتاعت السبليتنج للاتومز. فبمنتهى البساطه ممكن 1 بيكسل از نوت ا بيكسل از نوت ا بيكسل اكزاكتلي. ازاي الكلام ده يحصل؟ يعني انا عملت زوم دلوقتي ان ولنفرض الجزء اللي في الخلفيه، الجزء اللي في الازرق اللي من ورا ده يا جماعه عباره عن الهاردوير بيكسل، يعني الحاجات اللي بتيجي بلت ان في قلب الـ في قلب الـ الجهاز. تمام، هنا السي اس اس بيكسل بتاعي. انا عملت زوم ان يا جماعه، يبقى الواحد سي اس اس بيكسل اقل ولا اكبر من الهاردوير بيكسل؟ اقل. يبقى الهاردوير بيكسل ممكن يشيل واحد او اكتر من السي اس اس بيكسلز. اكزاكتلي، ده مفهوم ا بيكسل از نوت ا بيكسل. ده جنب. الجانب الثاني على العكس يا جماعه، المفهوم اللي ورا اللي هو المايه ده عباره عن اللي هو كان عباره عن الهاردوير بيكسل. انا عملت زوم اوت، يعني عملت ناقص ناقص ناقص، ها انا بعدت شويه، انا زوم دلوقتي عباره عن 76%. فبالتالي الهاردوير بيكسل بتاعي زي ما هو، لكن المحتوى في السي اس اس بيكسلز بتاعتي برضه زي ما هي، لكنها ابتدت تشيل اكتر منها. ده اللي انا كنت بقوله، ابيكسل از نوت ا بيكسل از نوت ا بيكسل. فبالتالي الثلاثه بيكسلز دولت مش زي بعض يا جماعه. تمام، دور الريفرنس بيكسل انه ياخد ويترجم، ياخد ويمنتج على الكلام ده عشان يعملوا حسابهم في المساله اللي هي كانت خاصه بالزوم دي. ديت نقطه مهمه جدا حبينا ان احنا نوصلها قبل ما ندخل على التطبيق العملي للريزوليوشن. طيب، ظهر معانا مفهوم قيم جدا اسمه density independent pixel، الكثافه. جي رايت ريزوليوشن ليها وحده قياس، منطقي. ايه الوحدات اللي عندك يا عمنا؟ بيقول لك انا عندك يونتس مختلفه، اولهم دي بي اي كنت اتكلمنا عنها، سبب انها اصلا مفهوم دوت بير انش، وان الكلام ده مش واقف على البرنتنج يا جماعه. قصه برنتنج معناه انه النص بيبتدي يظهر على المحتوى، بيظهر على شاشه. تمام، حتى في اوامر في لغات البرمجه اسمه برنت. انا عايز اطبع حاجه، اطبع مش معناها برنت بيبر، اطبع يعني حاجه تظهر في الاوتبوت ديفايس. فاهمني يا جماعه؟ ده القصه بتاعت برنت الدوكيومنت، نص مطبوع مش بس مطبوع، ده مطبوع يعني ظاهر على الشاشه. دي بي اي واحده من ضمن وحدات قياس الريزوليوشن. تمام، دوت بير انش اهو. السكرينات العاديه في الغالب ما بين 72 او 96 دي بي اي. تمام، الانش يا جماعه عباره عن 2.5 سنتي، يعني 1 دي بي اي يديني كام؟ يديني 39% دي بي سي ام، اللي هي الوحده اللي بعد منها اللي هي عباره عن دوت بير سنتيمتر. طبعا الانش اكبر من السنتيمتر ولا اصغر؟ ها يعني طبعا الانش كده اكبر من السنتيمتر، السنتي اصغر. تمام، فعشان كده الوحدتين دول يعني 1 انش يديني 2 ومش عارف كام سنتي، ف1 دي بي يديني 2. المهم ده الجانب بتاع دوت بير انش ودوت بير سنتيمتر، الاثنين بيكملوا بعض. الجانب الثاني دي بي بي اكس، دوت بير بيكسل. دوت بير بيكسل بمنتهى البساطه يا جماعه اهو بيقول لي ان 1 دي بي بي ايكوال تو 96 بكسل، يعني لو انت عندك 1 دي بي بي اكس دوت بير بكسل ده يديني 1، ده يديني 96 دي بي اي. فاهمني؟ يعني واحد من ده يديني 96 دي بي اي. ده اللي هيخليني اروح لموقع جميل جدا يا جماعه اسمه ايه؟ بيروكسي. انا مش المهم الموقع ده يا جماعه هو اللي بيعمل لي تيستنج على مين؟ على ميديا كوري فيتشرز بتاعي. طبعا الموقع ده لو انت اخذته من شاشه موبايل هتلاقيه، غير لو انت اخذته من شاشه المهم يعني المحتوى بتاعه راح يتغير. يعني الكلام اللي انتم شايفينه ده تخص بالشاشه بتاعتي انا. تمام، فمش شرط تلاقي نفس الكلام عندك، لا هتلاقي الكلام ده مختلف. نفس السيناريو لو انت جربته على موبايل هتلاقي الكلام مختلف. المهم انا واجع في الريزوليوشن، الريزوليوشن بتاعي يا جماعه عباره عن 96 دي بي اي اهو. الريزوليوشن هو عباره عن 1 دي بي بي اكس، اهو كنت لسه بقول 1 دي بي بي اكس يا جماعه بيساوي 96 دي بي بي اي. متفقين يا جماعه اهو الاثنين دول زي بعض؟ عشان تقول لي ما فيش فرق ما بين الاثنين، لا في فرق ما بين دي بي بي اي، دي بي بي دي بي سي ام ودي بي بي اكس. حلو الكلام؟ اوكي، مالناش دخل بالباقي ده عشان سبق او احنا اتكلمنا عنهم او لسه لما يجي الحديث عنهم. المهم الشاهد معايا ان انا عندي الريزولوشن بتاعي عباره عن 96 دي بي اي.
رايت ماشي خلوني طيب ارجع للاديتور بتاعي واقول له والله ريزوليوشن اهو ادي ريزوليوشن 96 دي بقى انا محدد في السكرين وكاتب له ريزوليوشن 96 دي بقى متفقين يا جماعه؟ اوكي جميل خالص. ولو نفذ اهو يعني لو الكلام ده طلع صحيح نفذ لي الفلاتر دي اللي هي كذا وكذا اللي هو مثلا الخلفيه تبقى اصفر والنص يبقى 100 بيكسل. لو انا رحت مثلا وعملت ريفرش او ريلود للكونتنت بتاعي اهو هو منفذ معايا جميل جميل وممتاز واكسلنت و100 100 وانت تمام واصلي. طيب خلينا بقى نفتح الانسبكتور بتاع كروم نقول لا خلينا نشتغل ريسبونسيف شويه على جالاكسي اس 5 جالاكسي 5 اكس شغال اوكي جالاكسي على ايفون 5 جميل محقق ايفون 6 محقق ايباد محقق ده ريسبونسيف هو محقق في حاجات كتير بقى بسم الله ما شاء الله تمام يبقى هو حقق لي حاجات كتير ديت جانب اوكي. خلوني طيب بقى ابقى مور سبيسيفيك بصراحه يعني تمام. انا بفتح الموبايل بتاعي حاليا وبحاول اعمل براوسنج لايه للموقع ده. المهم في احصائيات الموقع بتاعي اداني الريزوليوشن على الموبايل بتاعي انا 384 دي بي اي ريزوليوشن 384 دي بي اي. لو 3 4 8 يبقى سبيسيفيك على مين؟ على نوت فوق تمام يا جماعه. ده اللي انا كنت اقوله ده اللي انا اقصد اقوله. طيب لو انا رجعت الايديتور بتاعي والقصه كده شغاله بشكل كويس لو انا قلت له طيب 72 7 2 72 دي بي اه ونشوف القصه بكليك يمين وريلود ما شغالش معايا طب ده ما شغالش معايا نكسس ما شغالش معايا ايباد ما شغالش معايا خالص هم كلهم كده في الكور كونسبتس بتاعتهم مش مفهوم الكلام لا مش مظبوط الكلام ده تمام. ها نعمل ايه طب خلونا نجرب كده حاجه صغيره معاكم على الهواء من داش ريزوليوشن 72 دي بي اي ونروح الكلام ده ممكن يشغل معايا. طب اوكي فهمنا الفكره ده ايزي خالص والموضوع سهل جدا. وقت ما تكون متضايق حط من ريزوليوشن وانطلق يبقى من تحت وانت وطالع فبالتالي انا ممكن اشغل ماكس ممكن تشغل ماكس متفقين اوكي كده انت تعرف تجيب او تعرف من السبيسيفيكيشنز بتاع الاجهزه المختلفه ان انت تجيب الريزوليوشن بتاعها هي. طيب خلونا نقول الفيتشرز هو كل جهاز بيبقى له يا جماعه مجموعه من السبيسيفيكيشنز مجموعه من الخصائص اللي سبيشال كور عليه هو خاصه بيه هو واللي من ضمنها بتكون عباره عن الريزوليوشن دي تمام. اللي يهمك في المقام الاول السي اس اس بيكسلز ما يهمكش خالص 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 انت تعرف الريزوليوشن بتاعت الديفايسز ديت كما انه ما يهمكش خالص 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 انت تعرف الريزوليوشن اللي انا كنت بتكلم بيه او يعني شويه صغيرين انت تعرف ايه هي 96 دي بي اي والريزوليوشن بتاعت اللي هي الواحد دي بي اكس ده ممكن تكون مهمة لكن مش للدرجة. اللي يهمني ان انت تعرف كويس خالص السي اس اس بيكسلز اللي احنا شغالين عليها من بدري خالص تمام اوكي. فالريزولوشن بتاعك عبارة عن 1 دي بي بي اكس وانت وطالع تمام يا جماعة او 96 دي بي اي وانت وطالع متفقين اوكي. ديت امر جميل جدا وديت امر رائع. ديت كده كان عبارة عن الملخص بتاع الموضوع بتاع الريزولوشن. انا عارف ان انا لغيت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.